يا مساء الجمال على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال، معاكم سلمى سليم في أولى حلقات برنامجنا هي الحكاية إيه؟ هتبقى كل حلقة لينا بحكاية مختلفة وجديدة، بس في الأول أنا أحب أرحب بزميلي محمد ماهر. أهلا وسهلا، إزيك يا أستاذ سلمى؟ الحمد لله تمام. معاكم محمد ماهر في برنامجنا هي الحكاية إيه؟ وإن شاء الله نقدم لكم برنامج مفيد وفقرات متنوعة تنال إعجاب حضراتكم. حكايتنا النهاردة هتكون داخل كل بيت وكل أسرة. أكيد في كل بيت وكل أسرة في طفل، بسبب الكورونا والجو اللي احنا فيه والحبسة بتاعت البيت، فطبيعي جدا أن يتغير سلوكيات الأطفال، وبقى في كل أم بقت بتعاني من مشاكل كتير قوي مع أولادها بسبب الحبسة، وأن الباور بتاع الأطفال مش بيطلعوا، فبالتالي سلوكيات الأطفال بقى في أطفال بتعند أكتر، بقت عصبية أكتر. كل ده هنتابعه النهاردة في الحلقة بتاعتنا. معانا أول اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أستاذ؟ ازيك، عامل ايه؟ بقالنا حضرتك والأستاذ محمد على برنامج جديد، وربنا يوفقكم إن شاء الله. ربنا يخليك يا باشا. هو الصوت مش غريب عليا، هو ده صوت بابا صح كده؟ الو، معاك. ربنا يهنيكم ان شاء الله وتنجحهم، ومن توفيق لتوفيق ان شاء الله، من نجاح لنجاح ان شاء الله، وربنا يوفقكم. ويا ريت لو الدكتوره سامعاني برضو نسالها سؤال كده بعد اذن حضرتك. هي الدكتور حالا لسه مش قاعده، بس مبدئيا الحلقه يعني بدايتها جميله جدا باتصالك، فانا مبسوطه جدا بالاتصال وشكرا جدا يا بابا. الله. طيب شكرا، هنطلع فاصل ونرجع نشوف الحكاية النهاردة ايه. معنا النهاردة برنامجنا هي الحكاية ايه، الدكتورة رانيا محي، استشاري تطوير تعليمي وتربوي، مدربة دولية معتمدة بالبورد الامريكي والكندي، لايف كوتش، اخصائية الصحة النفسية. مرحبا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. مرحبا بيك يا دكتور معانا. اهلا يا سلمى. وحضرتك طبعا عارفه ان عنوان الفقره بتاعتنا كيفيه التعامل مع الاطفال. الاول بس احب اقول ان اي حد عنده استفسار او مشكله في التعامل هيكون ارقام البرنامج على الشاشه تحت، فممكن يتواصل مع الدكتوره ويسال اي سؤال هو محتاجه. نبدا بسؤالنا بقى يا دكتور. اتفضل. دلوقتي ايه الحلول العمليه في حاله تعرض الام والاب لموقف محرج بسبب طفلهم او عصبيه طفلهم في مكان عام؟ اهلا يا سلمى. اهلا يا محمد. ازيك يا دكتوره؟ مبسوطه اني معاكم النهارده. ربنا يخليك. شكرا. طبعا الاطفال وسلوكهم شيء مهم جدا، وبيتغير حسب الظروف البيئيه وحسب الظروف اللي بنعيشها. سؤال حضرتك بتاع ايه هي الحلول العمليه اللي بيتعرض منه، واللي جالنا اسئله كتيره عنها، بعصبيه الطفل، انه مثلا انه يدبدب على الارض، يشد حاجه يكسرها، يبتدي مثلا ممكن يضرب حد، وخاصه انا بتكلم الاول في مكان عام. ما هو بالظبط تمام. ما هو ده بيحصل، ان هم ممكن يضربوا حد، ممكن يشدوا حد، ممكن يعني بيحطوا طبعا ولي الامر الاب او الام في موقف محرج جدا. اول شيء لازم الاب والام يكون على درجه من الوعي ان هم ما يزعقوش خالص في الموقف ده، لان الطفل اصبح خارج عن السيطره. فاول شيء ان هم يحاولوا ان هو ما يأذيش نفسه، فهم يشدوه بشكل يعني آدمي طبعا، ويحاولوا ان هم يعني يحضنوه، ياخدوه على جنب مع تجنب، يعني يحتووه بمعنى صح. نعم، يتجنبوا تماما ان هم يضربوه او يزعقوا، لان هو خارج السيطره. في حاله تمادي الطفل، في اطفال لما الاب او الام بيتعاملوا معاهم بالطريقه دي في مكان عام بيزيدوا. لا، ما انا هقول لحضرتك، هم بياخدوه بيحاولوا ان هم ياخدوه في مكان هادئ، يعني هو لو في مكان لازم يطلعوا مثلا، لو في قاعه او مكان، لو مسكوه بطريقه معينه. طبعا انا بتكلم على الاطفال الطبيعيه اللي هي ما عندهاش أي أمراض نفسية أو مشاكل نفسية. مثلا بعض المشاكل عقلية مثلا، اللي هي زي مثلا بيعانوا من الصرع أو من أمراض تانية، دول لا، بيبقى التعامل معاهم بشكل مختلف. ولكن الطفل الطبيعي اللي هو اتعصب زيادة عن اللزوم وبدأ يتصرف بالطريقة دي، لا، مفيش زعيق،
من غير اي شيء بياخدوه على جنب يمسكوه لغايه ما يهدى خالص، يحاولوا يطلعوا من المكان اللي هم فيه ويبتدوا بقى ممكن يقاوموه، بس مش في وقتها لان هو خارج عن السيطره، هو خلاص بيعبر بطريقه غير منطقيه لانه خلاص احنا يعني محتاجين نظبط سلوكه. بالظبط. ازاي بالظبط كيفيه بقى؟ ما هو اكيد مش هيوصل لكده فجاه، صح؟ يعني هو أكيد في مراحل قبل كده بالظبط سبقت الموضوع ده بطريقه سلوكه في البيت اكيد قبل حتى ما يتعرضوا لده في عند ناس في زياره او في مكان عام. هو اكتسبها من والده او والدته؟ مش لازم، هو في احيانا بتبقى حاجات مكتسبه برضه. واحيانا بتكون حاجات هو في طبيعه الشخصيه الوراثيه. بالظبط، او ورثه من والده او ورثه او طبيعه شخصيه. حاجه عايزه تقولي ان كده سلوك الطفل، طيب هو دي حاجه مكتسبه ولا حاجه هو بيتولد يعني بيها؟ حلو جدا السؤال ده. في كل بني ادم في الدنيا بيتولد ببعض الصفات خلاص. أوكي. اللي هي بيورثها من ابوه او امه او اجداده، ده شيء. وفي حاجات هو بيكتسبها. طيب احنا دورنا ايه بقى، او دور الاب والام ايه؟ ان هم يحولوا الصفات البيولوجيه دي لسلوك سوي. يعني مثلا لو انا لاحظت ان ابني مثلا وهو صغير خالص ان هو مثلا بياخد الحاجه ويرميها، مثلا مش بيتحكم، ده انا بكلم هو طفل جدا مش بيتحكم في انفعالاته مثلا، لا يبقى انا لازم ابتدي اشوف لا هو ليه بيعمل كده. فدي بتبقى محتاجه طيب يعني الام هي اللي بتقوم بده ولا بتحتاج انها توديه لدكتور لتعديل السلوك؟ يعني الام هي اللي بتقوم بالوظيفه دي ولا انا ببقى محتاجه بقى تدخل خارجي؟ هو المفروض ان اي ام او اب بيخلفوا ان هم يكونوا على درجه من درجات الوعي، مش هنقول كلهم يدرسوا علم نفس، ولكن يبقوا عارفين السمات الشخصيه في المرحله العمريه دي هتكون ايه، ايه المشاكل اللي ممكن يتعرضوا لها. ده الام والام بيقدروا يتعاملوا معاه من غير اي مشكله، ولكن لو لاحظوا ان في استمراريه للموضوع ده، يعني مثلا نوبات الغضب اللي حضرتك سالتيني عليها المفروض ان هي ما تتعداش دقائق. لو اتكررت وبشكل مستمر لا يبقى انا محتاجه تدخل من حد متخصص. دكتور احنا معانا اميره من الغربيه اتصال. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذه فهم؟ الحمد لله. ازيك يا امير، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا كنت بس عايزه اسال الاستاذه. اتفضلي الدكتور معاكي. انا عندي طفل عنده سنتين وتسع شهور. زنان جدا، عنيد، وعندي مشكله جامده جدا لما بيبقى مع اطفال تانيين. بحس ان هو مش بيعرف ياخد حقه كده، يعني ممكن طفل يضربه يشتكيلي، ما بيعرفش يتعامل، هو وحيد على فكره. بيخاف؟ مش بيخاف معانا، وجريء وبياخد على الناس بسهوله جدا، وممكن شخص الاول مره يتعامل ويهزر ويضحك وعايز يلعب مع الاطفال، بس لو في طفل عنيف شويه ما بيعرفش يتعامل معاه. تمام. يعني يا اميره الدكتور ان هو في مره كده انا صعب عليا يعني، فمش عارفه يعني انا افضل مش انا نفسي طبعا ان هو يطلع شخصيه قويه، عايزه ابنيه من دلوقتي. طبعا سامعيني هو زمان جدا سامعيني. عموما يا اميره هي الدكتور معاكي، هي سمعت السؤال وهتجاوب عليه حالا. اهلا بيكي، وكويس ان حضرتك قلتي، لان كنت هسالك هو ترتيبه ايه في الاولاد، فانت قلتي وحيد. وحيد ده معناه ان هو اكيد بياخد قدر كبير من الدلع، سواء منك او من بابا او من الاسره. فده هو اصبح اتكون عنده ان اي حاجه هو عايزها عايز ياخدها، فشاف ان موضوع الزن ده بيحقق له الحاجه اللي هو عايزها، الهدف اللي هو عايز يوصل له. فلو حضرتك لسه ما كملش 3 سنين فبسهوله جدا ان حضرتك تبداي تدربيه على انه لما يبتدي يزن وحضرتك شايفه انه ده ملوش لازمه ان هو يعمل كل ده، قولي له كلميه بالطريقه اللي هو بيتفاهم بيها، قولي له انه لا مثلا انا مش هدي لك دي دلوقتي، هتلاقيه ممكن بيزن شويه مره في 2 في 3، المفروض ان هو هيبتدي يسكت ويقل. هي تعود، الطفل بيحاول يجيب اخر الاب والام، هيعملوا ايه؟ ايه اللي ممكن يعمله علشان يوصل للهدف اللي هو عايزه. الهدف اللي هو عايزه بالظبط. فهو
لازم تحاولوا شويه توازنوا موضوع الدلع، وانه مش اي شيء يطلبه حتى لو في السن ده انه يحصل عليه، ان الحاجات تكون بالمعقول بالظبط، وانه في نفس الوقت سيبيه شويه مش هيحصل له حاجه. يعني مش كل الطلبات يحققوا، يبقى في توازن يعني بالظبط، الاهم واللي مش مهم ما يحققوش بالظبط. ومعلش يعني تعالي على نفسك شويه، خليه يزن، ده مش هيقلل من شخصيته ولا هيخليه شخصيه مش قويه ولا اي حاجه. فضل. طب بص يا دكتور، احنا معانا اتصال سوري لا لا اتفضل. احنا معانا اتصال من سمر من الغربيه. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الو استاذ زكي. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا استاذ عامل ايه؟ منورين القناه طبعا، والف الف الف مبروك على القناه وعلى البرنامج، وان شاء الله باذن الله يكون من افضل البرامج الموجوده يا رب. ربنا يخليك، ربنا يخليك، منورين القناه كلها يا رب. وطبعا باذن الله الاستاذه سلمى يعني مش حاجه جديده عليها، والاستاذ محمد طبعا ربنا يخليك، كل حلقه باذن الله يبقى فيها حاجه مميزه. ربنا يخليك، ربنا يخليك. سمر عندك استفسار او سؤال؟ اه طبعا طبعا. بقول للدكتوره زي حضرتك؟ الحمد لله تمام. بعد اذنك بس عايزه اسال عن عصبيه الاولاد. الطفل مثلا لما يبقى مدلل وكل حاجه متحال وكويس، وبيتعامل طبعا معامله كويسه من الاب والام واللي حواليه، بس حاسس ان هو مضطهد، يعني حاسس ان هو لا مش محبوب، اخوه مميز عنه، بالعكس هو اللي بيجيب له الحاجه الاحلى، بس دايما حاسس ان لا حاجه اخوه هي الافضل. ده بيبقى سببه ايه؟ وازاي ان هم يبقى علاقتهم كويسه ببعض، ان هو مثلا ما يبقاش فيه حزازيه او كره ما بينهم؟ تمام تمام. وطبعا بسبب فتره الحظر اللي احنا فيها، الاطفال كلها عندهم كاب الموبايل، كنا بنتكلم في الموضوع ده قبل الحلقه بالظبط. تمام يا سمر، بنشكرك، والدكتور هترد عليكي حالا. اتفضلي يا دكتور. الشعور الاضطهاد اللي بيكون عند الطفل ده بيكون اكتر من سبب، ممكن اسباب الاب والام عملوها بدون ما يقصدوا. يعني حضرتك قلتي ان هو بيتعامل كويس جدا وبيتدلع وبياخد كل اللي هو عايزه، دي ممكن تولد عنده انانيه، والانانيه ان هو عايز كل حاجه ليه، وبالتالي بيغير من اخوه او اخته، فرافض تماما فكره ان اخوه يبقى معاه حاجه بالظبط، رافض انه يشارك اي حاجه. فلازم لازم ان اللي بيكون عنده اكتر من طفل حتى او طفل واحد، لازم ان هو يبتدي يفهمه انك انت مش لوحدك، انك انت في ناس تانية معاك، وناس هيشاركوك قطك، هيشاركوك لعبك، هيشاركوك حتى في الحب والحنان. الاب والام لازم ليهم دور كبير جدا في الموضوع ده. لو هو الأصغر يبقى المفروض كمان الأخ الأكبر يكون فاهم ده، وده ممكن يساعد معاهم. لو هو الأكبر المفروض أن أنتوا تتكلموا معاه وتحاولوا أن لا أنت أخوك الصغير، وأن أنت مفيش أي حاجة مش هيقلل من حبنا ليك ولا أي شيء، ولكن إيه أن إحنا أفضل نكون أكتر من حد مع بعض بنشارك. تفضل. عشان بس وقت الحياة دكتور، أنا محتاجة جايلنا أسئلة كتير جدا جدا على الفيسبوك، فمحتاجين إجابة من حضرتك. تفضل. الطبيعي أو الأسئلة المعتادة اللي كله بيسألها عن عصبية وعناد الأطفال، تمام؟ ده اللي حضرتك جاوبتي عليه. في منى النجار بتقول لحضرتك التحرش بالأطفال أصبح ظاهرة منتشرة، إن في الوضع الحالي بقى في تحرش بالأطفال، وهي ذكرت يعني موقف أو حاجة بدون ذكرها. أوكي. فالأم والأب يعرفوا إزاي يتعاملوا مع حاجة زي كده. أوكي. طبعا موضوع التحرش ده يعني دلوقتي هو ده أونلاين معانا، يعني دي الأسئلة معانا. أنا عارفة موضوع التحرش دلوقتي يعني الناس كلها بتتكلم فيه، وإحنا بنتكلم خاصة دلوقتي على الأطفال. الأطفال لغاية سن مثلا 6 سنين هم ما بيقدروش يعبروا عن نفسيهم بشكل كبير، ده بيبقى محتاج رقابة من الأب والأم. يعني ما ينفعش إنك أنت تسيبهم مع أي حد وإنت ما عندكش ثقة فيهم، سواء مع كامل احترامي، سواء لأهل، الأصدقاء، لأقارب، ما ينفعش. لأن طرق التحرش للأسف دلوقتي بقت كتيرة جدا، التحرش عن طريق الإنترنت مثلا. ما ينفعش أن أنا أسيب ابني أو بنتي وهو في سن مش قادر يحكم ومش فاهم ده، وطول الوقت مثلا أنا ما عنديش رقابة على الموضوع ده. في أم عبد الرحمن اتفضلي سؤال تاني بتقولك، طبعا احنا خلاص اتكلمنا على العصبية. أوكي. بتقولك لو طفل عدواني جدا جدا وبيضرب اخواته لو خلفوه في الرأي، وطبعا بعياط هستيري، وعايزين نزود الثقة بالنفس، لان ده كان سؤال برضو من ضمن الأسئلة. تمام. لو الطفل عدواني بالشكل ده لازم اتأكد الاول طبيا انه سليم،
يعني في تحاليل بتتعمل عشان نتاكد ان الولد ده ما عندوش اي امراض عضويه هي اللي مسببه له السلوك ده، لان ممكن يكون الطفل عنده مشكله في السمع مش قادر يعبر فبيزعق فبيضرب وتصرفات غير منطقيه، او مشكله في النظر او في القلب او في الحاجات دي. بعد ما اتاكد انه كل الحمد لله الحاجه العضويه عنده سليمه، يبقى ده ما عندنا مشكله في السلوك. لازم ابتدي ان انا احاول الاول اوجهه بالشكل الكويس، ولو ما قدرتش بلجأ لاخصائي طبعا نفسي يساعدني في الموضوع. دكتور، هو حاليا للاسف يعني وقت الفقره انتهى. طبعا حضرتك يعني محتاجه فقرات كتير جدا، فاحنا حاولنا على قد ما نقدر نجيب اسئله من على الفيس نقولها لحضرتك. ممكن اي حد عايز يتواصل مع الدكتور رقمها بيكون على الشاشه ويتواصل معها مباشره، وهنطلع فاصل. والفقره الثانيه هتكون مع نجله النويهي صاحبه جاليري نجله النويهي. يا دكتور شرفتينا جدا، ومبسوطين جدا ان احنا مع حضرتك النهارده. شرفنا بك يا دكتور. شكرا لكم. شكرا يا دكتور.